اهلا بيكم في حلقه جديده من تاني سبورت. حلقتنا النهارده هتكون مختلفه شويه، وهنتكلم فيها عن دور التكنولوجيا في كره القدم اللي اصبحت في الوقت الحالي صناعه مهمه جدا، وامر بدا في الانتشار بشكل واسع خاصه في الدوريات العالميه الكبرى، واللي بنامل انها تكون موجوده كمان في مصر في خلال الفتره المقبله. ضيفنا في حلقه النهارده هيكون ضيفنا الكابتن سيد فاروق، نائب رئيس قسم التكنولوجيا بنادي مانشستر يونايتد. كابتن سيد، برحب بحضرتك في البداية، وخلينا نتكلم عن إلى أي مدى نقدر نقول إن كرة القدم بتستفيد من التكنولوجيا. أهلا بيكي مبدئيا، وأهلا بجمهور حضرتك الكريم. كرة القدم النهاردة أو التكنولوجيا في كرة القدم موجودة في كل شيء، سواء داخل الملعب أو خارج الملعب، أو في اتصالات النادي مع الجماهير بتاعته، أو تعامل اللاعب مع الميديا، أو تعامل اللاعب مع الجمهور، أو تعامل اللاعب مع المدرب، أو المدرب مع اللاعب، أو الأقسام بتاعة النادي كلها. مظبوط، كل دوت دلوقتي بيستخدم تكنولوجي، والتكنولوجي عامة بتدخل في كل مجال. يعني النهارده ما ينفعش إن احنا نقول كرة قدم النهارده من غير تكنولوجي. في حاجات بتبقى داخل الملعب، وفي حاجات بتبقى خارج الملعب. الحاجات اللي داخل الملعب بتكون عبارة عن أرقام بتاخد وإحصاءات بتتاخد من اللاعبين، طريقة الجري بتاعتهم، السبرنتات اللي هم بيعملوها، طريقة تحليل الأداء بالنسبة لهم. دي حاجات لازم بتتاخد وبيتعمل عليها تحليلات، وبعدين بيتعمل عليها، احنا بنحطها في حاجة اسمها البيج داتا، أو بنعمل عليها حاجة اسمها السبورت ساينس أو الداتا ساينس، بحيث ان مظبوط. احنا بناخد كل الداتا ديت وبنطلع الباترنز بتاعت اللعيبه، ونقدر من خلالها نقول للاعب انت تقدر تتحسن فين بالظبط. زائد ان الموضوع ده بيساعد طبعا المدربين، وبيساعد الجهاز الاداري بالنسبه للنادي على تحسين صوره النادي في الميديا، تحسين شعبيه النادي، كل الكلام ده. فتقريبا حضرتك ممكن تقولي ان التكنولوجي موجوده في كل حاجه داخل الكوره. مظبوط. بما ان حضرتك بقى ليك خبرات مع انديه البريمير ليج، كلمنا عن التحول الرقمي هناك واستثمارات انديه الدوري الانجليزي في المجال ده. طيب، هو بس الناس علشان ابسط موضوع التحول الرقمي ده، هو اي حاجه بنتعامل بيها سواء داخل النادي او خارج النادي بتبقى عن طريق الكمبيوتر، او عن طريق تبقى حاجه اسمها ديجيتايز او اوتوميتد او اتماتت العمليات اللي بتحصل داخل النادي او خارج النادي. الحاجات اللي بتحصل داخل النادي مبدئيا زي ما قلت لحضرتك كده، في جزء داخل الملعب وفي جزء خارج الملعب. الجزء اللي داخل الملعب ده زي ما ذكرت، يعني بناخد ارقام وبنعمل عليها عمليات حسابيه واحصائيه، بحيث ان احنا نطلع الباترنز ونقول احنا محتاجين نتحسن في الطريقه الفلانيه، او نحلل اداء الفرق الثانيه او الفرق المنافسه لينا. الموضوع اللي خارج الملعب ده بيبقى في الجانب الاداري بالنسبه للنادي. الجانب الإداري بالنسبة للنادي، زي ما حضرتك، النادي هنا عبارة عن بيزنس عادي زي أي بيزنس في الدنيا، في اتش ار، وفي يعني زي حاجات فاينانس، وفي حاجات مالية، وفي حاجات زي مثلا أنظمة تذاكر، أنظمة الاستاد، الكلام ده كله. مظبوط. فالجزئين دولت التكنولوجي داخلة فيهم بطريقة رئيسية. طريقة عمل للنادي من جوه كلها بتبقى تقريبا ديجيتايزد. يعني النهارده مش لازم، ما فيش ورق كتير بيبقى موجود في المكتب. ما يعني تخش مكتب النهارده ما تلاقيش حد عنده فايلات وحاجات زي كده زي الاول. كل حاجه موجوده على الكمبيوتر، وكل حاجه ليها نظام. مظبوط. الجزء التاني اللي هو الخارجي، خارج النادي، ده احنا بنتعامل بيه مع الجماهير، او بنتعامل بيه مع الكاستمرز بتوعنا، لان كل نادي هنا بيبقى ليه زي محلات مثلا. ده طبعا غير الويب سايت بتاع النادي، في اي كوميرس وحاجات زي كده، احنا بنبيع حاجات اونلاين. زائد مثلا موضوع التذاكر بالنسبه للجماهير، زائد ان الديتا نفسها بتاعت الجماهير، يعني كل ما النادي يعرف
اكتر عن المشجع بتاعه كل ما يعرف يطلع منه فلوس. مظبوط يعني كابتن سيد، يعني خلينا هنروح لقصة الجماهير دي كمان شوية، لكن السؤال الأهم حاليا، امتى هنشوف التكنولوجي في كرة القدم عربيا وبالأخص في مصر؟ يعني وهل الاتحاد المصري لكرة القدم يقدر يشتغل على ده بشكل أو آخر في الفترة الحالية، ولا الموضوع بعيد شوية؟ والله حضرتك، هو الموضوع في مصر للأسف احنا متأخرين جدا. مفيش في الاتحاد المصري قسم للبحث والتطوير، من الأساس وقسم يعني. لا مفيش حسب علمي، ده مش موجود. هم. الموضوع ده لازم يبقى، يعني مثلا احنا علشان ننور النور ونبدأ نبص لقدام، لازم يبقى عندنا حاجة زي احنا بنقول عليها هنا السيرش اند ديفلوبمنت، ازاي ان احنا ندور على الحاجات الجديده ونقدر نستفيد بيها ازاي ونقدر نطبقها ازاي داخل البيئه المصريه. للاسف ده دور الاتحاد المصري مش دور الانديه. يعني لازم الاتحاد المصري يبقى فيه قسم للبحث والتطوير، وده بيتعمل مثلا يعني في اي اتحاد في الدنيا هم. هتلاقي القسم ده موجود. يعني الاتحادات الاوروبيه كلها تقريبا موجود. الناس دي بتعمل ايه؟ بتتعاقد، مش بتتعاقد يعني، بتروح مثلا تتعامل مع جامعات ونجيب مثلا دكتور في علم الاعداد البدني مثلا، هم. تعالى لو سمحت اشترك معانا في الابحاث اللي احنا عايزين نعملها. الناس بتاع التكنولوجي مثلا، واحد زي حالتي مثلا، لو سمحت تعالى علشان احنا عايزين نشوف نطبق التكنولوجي في ايه داخل الكره المصريه، هم. وهكذا. لكن بدون الكلام ده احنا ما يعني ما بنتقدمش. احنا ما عندناش حتى خريطة طريق او مظبوط استراتيجي او اي حاجة زي كده ان احنا نقول ان احنا عايزين نمشي لقدام. يعني مظبوط. طيب لو نتكلم بقى عن أداء اللاعبين، إزاي التكنولوجي تقدر تساهم في تقييم أداء اللاعبين بشكل كبير، سواء في الملعب سواء في التمارين بشكل عام؟ إزاي نقدر نقيم أداء اللاعبين من خلال التكنولوجيا؟ طيب، التكنولوجي زي ما قلت لحضرتك كده من شويه، الموضوع كله عباره عن علم الارقام وطريقه تحليل الاداء. تحليل الاداء ده علم لوحده، وجمع وتدوين البيانات ده يعني دي حاجه مختلفه شويه. دور التكنولوجي في الموضوع ده ان احنا بنلم الداتا دي من هنا وبنلم الداتا دي من هنا وبنحط كل البيانات ديت في مكان واحد. مظبوط دي تقريبا اول خطوه. الخطوه اللي بعدها بنبدا نعمل العمليات الحسابيه بتاعتنا، بحيث ان احنا نطلع موديل معين نقول ان اللاعب لو جري مثلا المتوسط بتاعه المفروض ان هو يجري 10 كيلو في الماتش، لو جري 8 كيلو لازم نبحث عن الاسباب ديت ونشوف ليه هو جري ال 8 كيلو دول. لو مثلا الراجل النيوتريشن اللي موجود جوه النادي ادى مثلا شاف الاكل والشرب بتاع اللاعب مثلا بياكل ايه وبيشرب ايه، وقدر ان هو يطلع الحاجات اللي هو يقدر يتحسن فيها، بحيث ان احنا يعني نقدر ان احنا بشكل نديله طاقه إحصائيات أو يجري. بشكل بالظبط مدروس. كده. بالظبط كده. المرحله الثالثه من دوت ان احنا بنشوف نقدر نطبق ايه داخل الملعب، وده علشان نطبقه لازم يتعمل في مراكز التدريب الاول. يعني الاول زمان، يعني من فتره، كانت مشكله المدربين كلهم او الاجهزه الفنيه كلها ان ما عندهمش حاجه كلهم يتواصلوا بيها او بلاتفورم كلهم يتواصلوا بيه في مكان واحد. النهارده في برامج موجوده لاداره فريق كره القدم، بحيث ان هي بتخلي الراجل الدكتور بتاع الفريق والنيوتريشن والراجل السبورت ساينتست والمعد البدني والمدربين والمدير الفني كلهم داخل نظام واحد. ده غير طبعا حتى الجانب القانوني، العقود بتاعت اللاعبين والجانب المالي والحاجات الإدارية، يعني مثلا معسكرات أو مواعيد المعسكرات وإمتى مواعيد التجمع والطيران بتاعهم عامل إزاي وأنهي أتوبيس هيستناهم، كل الكلام ده موجود داخل النظام. النظام كمان بيبقى ليه زي موبايل اب، كل الكلام ده بيجي بنوتيفيكيشنز للاعبين وللمدربين وكل الناس على الموجودين. أبليكيشن على الموبايل. بالظبط. مظبوط يعني حتى احنا بنوصل حتى لغايه عامل غرفه الملابس اللي موجود داخل الفرقه برضه بيدخل على النظام، لان هو محتاج ان هو يعمل الاوديت بتاعه لكل عنده كام شراب، عنده كام شورت، الاطقم بتاعت اللعيبه موجوده ولا لا، للدرجات دي هنلعب يعني. طبعا هنلعب بالطقم الاولاني ولا الثاني ولا الثالث،
وهكذا. رايحين مثلا نعمل معسكر مثلا في حته فلانيه، لا انا عايز الحاجات بتاعت التدريب معايا، فهو عنده بقى في النظام الحاجات دي كلها، بتطلع له تشيك ليست بالكلام ده كله علشان يقدر يلم الكلام ده في الشيبمنت اللي رايحه تعمل المعسكر ده. فكل حاجه، بص يا حضرتك التكنولوجي كل حاجه بتحصل تلاقي التكنولوجي ليها دور فيها، حتى الكوره مظبوط. نفسها. يعني كوره، الكوره اللي بيلعبوا بيها النهارده، السنه الجايه ان شاء الله في نايكي اصدار، عملت الاصدار بتاع كره البريمير ليج للسنه الجايه. التكنولوجي بتاعت نايكي، الناس ديت بيقولوا ان هم، يعني ده تصريح نايكي نفسهم، بيقولوا ان هم عملوا ابحاث لمده 8 سنين عشان يطلعوا الكوره دي. 8 17000، سنين هاي بالظبط 1700 ساعه من البحث والتجارب علشان يطلعوا الكرة ليه دي. يا كابتن؟ الكورة هتبقى عاملة ازاي؟ هتبقى بتتشاط لوحدها؟ لا هو الموضوع مش كده، الموضوع ان هو الكرة نفسها بتخضع لقوانين الايروداينامكس، يعني زي بالظبط شفت حضرتك السيارات زمان كانت عامله ازاي، تلاقي البروبريز عالي كده شويه فبتصد ايوه الهواء مظبوط. اكتر. دلوقتي الايروداينامكس او التكنولوجي ديت، الناس بيقولوا ان احنا عملنا حوالي 30% تحسين لجوده طيران الكوره واتجاهها من ساعه ما اللاعب يشوطها لحد ما توصل للهدف بتاعها. فبالتالي احنا هنشوف كره تانية، يعني هنشوف حاجه جديده شويه. انا محتاجة الكرة دي جدا. بس خلينا بقى لو هنتكلم عن الموهوبين، ايه طبيعة عمل الكشافين في اوروبا وايه الفرق بينهم وبين مصر، وازاي التكنولوجيا ممكن تساهم في اكتشاف المواهب؟ طيب علشان بس احط اساس للموضوع ده، طريقه اكتشاف اللاعب بتمر بحوالي اربع مراحل، كويس. المرحله الاولى بنسميها المسح، او اللي احنا بندور على حاجه او السيرش يعني. المرحله الثانيه احنا بنسميها الايدنتيفيكيشن، او التعرف على مثلا موهبه معينه، كويس. المرحله الثالثه بالمتابعه نفسها، ان احنا يعني لازم نروح نشوف اللاعب ده على الطبيعه. بعد كده بيبقى في بقى التعاقد وحاجات زي كده، يتم اكتشاف اللاعب، بس كويس. دي الطريقة متعارف عليها في العالم كله بعيدا عن التكنولوجيا. لا جميل، انا ما عنديش اعتراض. حلو. التكنولوجي بقى النهارده بتعمل ايه؟ اللاعبين اللي في العالم كله النهارده كلهم عندهم احصاءات وارقام. احنا بنلم الاحصاءات والارقام ديت، بنحطها في النظام بتاع الكشافه اللي موجود داخل النادي. الارقام ديت يعني بيتعمل لها تحديث كل يوم. فبالتالي قسم الكشافه اللي موجود داخل النادي بيبص على التقارير ديت اللي احنا برضو بنعملها ليهم حسب متطلباتهم يعني. ويقدر ان هو يتعرف على تطورات مستوى اللاعبين عن طريق الارقام مبدئيا. ف يعني دي نصيحه لكل لاعب في مصر وكل مدرب في مصر وكل نادي في مصر. يا جماعه لو انت ما عندكش ارقام موجوده وبتتلم، يعني انت مش مهتم بارقامك او ما عندكش ارقام، انت كانك ما بتلعبش كوره خالص بالنسبه للكشافين في اوروبا، كويس. لان هم فعلا دي اول خطوه هم بيبصوا فيها. انا ازاي مثلا اخد مثلا مهاجم من الدوري المصري واقارنه بمهاجم في الدوري الالماني؟ وهو ملوش بورتفوليو او ملوش ارقام مفيش. او تحليل بشكل كبير جدا. طيب لو اتكلمنا عن الجماهير بقى، ايه هي خدمات الجماهير في ملاعب بريمير ليج او تكنولوجيا الملاعب؟ يمكن كمان زي ما شفنا في البريمير ليج في الفتره بتاعه كورونا، شفنا كمان ماتشات الجماهير بتشارك فيها بتقنيه الزوم، وان التكنولوجيا بقت بتخدم الجماهير بشكل كبير جدا غير قصه التذاكر. يمكن عايزاك تكلمني عن القصه دي بشكل اكبر. اوكي، بالنسبه لخدمات الجماهير، فاحنا يعني ده الجزء الاول من سؤال حضرتك. الجماهير احنا بنقدم لها خدمات كتير داخل يعني في اليوم بتاعه، يعني اليوم رحله المشجع من اول ما يطلع من بيته لغايه ما يوصل الجراج بتاع النادي، لغايه ما يخش في تذاكر، كل ده بيتم بانظمه معينه. يعني ابلكيشن النادي ده موجود معاه من قبل ما يطلع من البيت، وصل الجراج، الانظمه بتاعت الجراج عارفه ان رقم السياره الفلاني بالباركود الفلاني مصرح لها ان هي تخش الجراج وتركن في المكان المخصص ليها. وصل الاستاد نفسه مع التذكره بتاعته. التذكره بتاعته هو عنده اختياره، ممكن ياخد التذكره ورقيه او ياخد التذكره على الموبايل بتاعه.
دخل جوه الاستاد، بياكل بيشرب بيشتري حاجات. برضو الحاجات دي ليها انظمه، يعني مثلا انظمه المشروبات والاطعمه دول 3 انظمه لوحديهم. راح اشترى مثلا تيشيرت او سكارف مثلا او حاجه زي كده، الحاجات دي برضو بتتسجل عندنا وبتتسجل على البروفايل بتاعه، بحيث ان الناس بتوع الديجيتال ماركتينج لازم ياخدوا الكلام ده ويسجلوا الكلام ده، بحيث ان هم بعد فتره يقولوا له انت اشتريت كذا. فانت ممكن الناس اللي اشتروا مثلا تيشيرت حبوا ان هم يشتروا سكارف معاه، تحب تشتري سكارف كمان؟ للدرجة دي؟ طبعا. زي ما اقول لحضرتك كده، انت كل ما تعرفي معلومات عن المشجع تقدري تطلعي منه فلوس. مظبوط. دخل جوه الاستاد، قاعد يتفرج على الماتش، عنده واي فاي بتاعه، عنده الابليكيشن بتاع النادي، عنده الابليكيشن بتاع الاستاد كمان بيديله الجايدنج بتاعه. في تكنولوجي دلوقتي اسمها الترو فيو، يعني مانشستر سيتي النهارده عنده شراكه مع انتل، بيعمل حاجه اسمها الترو فيو. الترو فيو ديت دي ده يعني حضرتك بتشوف الاعادات اللي بتيجي من الدوري الاسباني والدوري الانجليزي، بتيجي 360 درجه حوالين اللاعب، يعني مثلا تلاقي الصوره وقفت والكاميرا لفت حواليه وبعد كده هو شاط. ده دي حاجه اسمها الترو فيو. الترو فيو دولت دي حوالي 38 كاميرا حوالين الملعب، بتغطي كل درجه بالنسبه للاعب، لغايه ما بنوصل على الابلكيشن بتاع المشجع. الجماهير. ممكن نديله كمان الفيو، الاي فيو بتاع اللاعب نفسه، يعني احنا بنوصل بطريقه معينه بالزومينج معين، بنوصل لطريقه نظر اللاعب للكوره نفسها، يعني ممكن يشوف الكوره جايه بالعرض ويستقبلها ازاي وشد ازاي وحاجات زي كده. الكلام ده كله بيوصل للمشجع على الابلكيشن بتاعه، ودي كابتن بتبقى سيد، مش اعتقد ناقص. اللي انت بتتكلم فيه ده هو حل قطعي لمشكلة الجماهير اللي احنا يمكن بقالنا سنين بنقابلها في مصر، واحنا بنلعب من غير جمهور بسبب شغب الجماهير وكده. فاعتقد انت اللي بتتكلم فيه ده حل قطعي للمشكلة دي. انت تقدر تحد من شغب الجمهور، واي حاجة تحصل انت تبقى عارف مين اللي عمل التصرف ده. حضرتك كمان التكنولوجي اللي موجوده في الاستاد فيها كاميرات 8K النهارده و4K، بتقدر تتعرف على الوجوه، وبتقدر تعرف المنظمين مين الشخص اللي عمل كده، لان كل شخص طبعا التذاكر عندنا هنا كلها مرقمه وحاجات زي كده، فطبيعي ان احنا بنعرف مين الفرد ده. بس في حاجه لازم يعني فاهم المشاهد المصري لازم يفهمها او اعرفوا عليها، انا اسف يعني التعبير. الجزئيه بتاعت ان انا مثلا ادخل استاد في البريمير ليج واعمل شغب بقت يعني حاجه قليله قوي قوي قوي. ليه؟ لان تذكره ان انت تدخل او التذكره الموسميه بالنسبه للمشجع هنا اصبحت بريفليج، زي البهويه والبكويه عندنا كده في مصر زمان. يعني انا مثلا انا كل نادي في البريمير ليج عنده قائمة طويلة جدا من الناس منتظرين ان هم يحصلوا على تذكرة موسمية. كويس؟ يعني انا ما يعني في مانشستر يونايتد كان في حوالي 54 ألف بني آدم منتظرين في الطابور علشان يقدروا ان هم ياخدوا تذكرة موسمية. ده فبقى غير الناس صعوبة الوصول للتذكرة أو سعرها فصعوبة بيخلي اللي رايح يحضر الماتش هو رايح علشان يتفرج على الكورة مش علشان يعمل مشاكل. بالظبط كده. مظبوط. غير طيب. ان غير ان هي يعني فاهم، انا مش بقول يعني هو الموضوع ما فيهوش انتقاء، لكن هي التذكره نفسها طبعا غاليه، المجهود اللي بيبذل علشان توصل والمجهود اللي للماتش بيبذل يخليك ما تعملش شغب. طيب، من بالظبط النماذج كده. بقى لكن بالنسبه اللي طبقوا انا التكنولوجيا بشكل كبير هي نادي أرهوس، اللي سمح ل 10,000 مشجع بمشاهدة المباراة من خلال خدمة زوم زي ما قلنا بشاشات عملاقة في أرض الملعب. التجربة دي بقى شايف إن هي ممكن تعمم في مصر أو في العالم العربي بشكل كبير، واحنا كمان بنتكلم عن على الأقل 10 شهور بدون جماهير. احنا مش عارفين 2021 الجماهير هتكون رجعت ولا لأ بسبب جائحة كورونا، إن شاء الله تعدي. هل شايف التجربة دي ممكن تعمم ولا لأ؟ والله يا فندم هي ممكن تعمم، يعني انا مش شايف سبب انها ما تتعممش مثلا في الملاعب المصريه، يعني الموضوع بسيط جدا. اشرح لنا احنا قد إيه بسيط يعني. احنا عندنا شاشات عملاقه كتير موجوده في مصر في الميادين والكلام دوت، فاكيد التكنولوجيا موجوده في مصر. يعني انت ممكن طبيعي جدا ان انت تحط شاشات في الملعب وتبدا ان انت تتواصل مع الجماهير، مين اللي عايز يحضر الماتش ده،
وصورته بتطلع على الشاشه وكل حاجه. لكن خلينا بس نتفق ان كل التكنولوجيز ديت وكل الحاجات اللي بتحصل حاليا في خلال ازمه كورونا دي كلها حاجات temporary، يعني حاجات وقتيه بس، لان كده كده الجماهير لازم ترجع تاني. مفيش كوره بدون جماهير، احنا بس الكرة عندنا للجماهير دايما بنقول ده. اكيد احنا بس عندنا مشكله في مصر عشان موضوع الشغب والكلام ده كله. فانا كنت بس عايز اذكر النقطه بتاعت ان الاستادات عندنا في مصر في ديزاينز يعني عايزه تتشال خالص ويتعمل ديزاين جديد للناس، يعني مثلا عشان نمنع موضوع التزاحم او نمنع موضوع ان حد يعمل شغب، لازم نعمل بوابات كتير، لازم نعمل نسبة ناس معينة تدخل من كل بوابة، لازم كل واحد مثلا بتذكرة. احنا النهاردة عندنا التكنولوجي بتاع التذكرتي، فممكن نحط رقم الجيت نفسه على التذكرة، فده ده حاجة، ده في تقدم يعني الحمد لله. ده موجود، مشكلة ده موجود في تذكرتي كمان. قصة الباركود اللي انت اتكلمت عليها ده موجود في تذكرتي، يمكن اتطبق في الفترة الأخيرة. وكمان استاد القاهرة بقى فيه كاميرات بتتعرف على وشوش الجماهير زي ما انت قلت كده، ده موجود. يعني خلينا نقول ان احنا بدأنا، لكن لسه قدامنا شوية، بس احنا بدأنا. يعني كابتن ما سيد، انا احنا بشكرك، انت شرفتني في تنس بويت، واتبسطت ان انت كنت موجود معانا. ربنا يخليك يا فندم، انا اتشرفت بحضرتك واتشرفت بجمهورك الكريم، شكرا يا فندم، شكرا، بشكرك. ربنا يعني يخليك. دي كانت حلقتنا النهارده من تنس سبورت، حاولنا نوصل فيها التكنولوجيا، دور التكنولوجيا في الرياضه في الفتره الاخيره بره مصر، وبنأمل ان شاء الله ان احنا نشوف ده في مصر في الفتره الجايه. شكرا جزيلا.